مساء الخير أخو المشاهدين، ضمن جولات رمضانية نلتقي بنشاط جديد في ساحة حلب هذا العام. تعرفنا حضرتك أولا؟ طارق أبو يوسف، منظمة تكافل الشام الخيرية. أهلا وسهلا. تعرفنا عن منظمة تكافل الشام أولا؟ منظمة تكافل الشام هي منظمة وليدة الثورة. نعم. ظهرت وقت اللي صار في حاجة لظهور منظمات مجتمع مدني وغيره. تتألف من خمس محاور، خمس مؤسسات: مؤسسة إغاثية، مؤسسة تعليمية، مؤسسة تدريبية، مؤسسة تشغيلية، ومؤسسة العلاقة بالتشغيل النسائي. هي المؤسسات بشكل عام عم بتخدم معظم نشاطات الحاجة اللي موجودة داخل مدينة حلب. حاليا نحن منشط مدينة وعم ننشط، عم نوسع شغلنا لهذيك ان شاء الله. أنا أراك حاليا أنت والشباب هنا مثلا تركضون من مواطن لآخر، تقدمون له الماء وقليل من التمر حتى يفطر الناس، تحكي لنا عن هذا النشاط بالذات. هذا النشاط هو مشروع إفطار صائم، إفطار المارة. نعم. بالماء البارد والتمر، مثل ما بنعرف إنه الجو كتير شوب. نعم. وأقوى شيء هلا حاليا ممكن أكثر شيء ممكن نقدمه للناس هو المي الباردة. نعم. كمان مع إنه انقطاع التيار الكهربائي لفترات كانت وانقطاع المياه، فكان أفضل شيء إنه نقدم المي الباردة والتمر بحيث إنه قدر الإمكان نخفف عن معاناة الناس الموجودة. وكمان عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة سقيا الماء. فكان هذا المشروع عملنا نحن ضمن منظمة تكافل الشام الخيرية. هو هذا المشروع هو متنقل يوميا، كل يوم بطلع نقاط لأفطار المارة وتخفيف مثل ما قلت عن معاناة الناس. جميل جدا. هل يوجد نشاطات أخرى لها علاقة برمضان؟ نشاطات في هذا النشاط كنشاط الإفطار الصائم. الإفطار الصائم. تمام. في نشاط إفطار الصائم من خلال توزيع سلة غذائية. إفطار صائم. وعندنا مشروع إن شاء الله كمان كسوة عيد عم نحضر له مشان العيد إن شاء الله عز وجل. طيب شكرا جزيلا، نراكم مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. بارك الله فيك. الله يكرمك. هكذا يكون قد انتهى يوم رمضاني آخر وجهد من شباب منظمة تكافل الشام قدموا فيه أفضل ما عندهم للصيام، الماء والتمر. حلب اليوم حلب.